من وراء طاولة طويلة لدواعي مرحلة كورونا، رسائل عدة يحرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بعثها وسط التصعيد الأخير مع الغرب والتدهور الذي بلغته العلاقات بين موسكو وواشنطن على حد تعبير الكرملين، غير أن من بين تلك الرسائل ما من شأنه طمأنة الغرب القلق إزاء التحركات العسكرية الروسية، ولا سيما المناورات المشتركة مع بيلاروسيا ليس بعيدا عن أوكرانيا. تجرى مناورات واسعة النطاق وتشارك فيها قوات من جميع المناطق العسكرية تقريبا، بما في ذلك المنطقة الشرقية والمركزية والأسطول الشمالي. وفي رزمة الرسائل الروسية أيضا قرار موسكو المضي في حوار الضمانات الأمنية مع تجديد رفضها لتوسع الناتو شرقي أوروبا. هل هناك فرص للتوصل إلى اتفاق مع الشركاء الغربيين أم أنهم يريدون جر روسيا إلى مفاوضات لا نهاية لها؟ فرص الاتفاق موجودة دائما، هناك فرصة اتفاق مع واشنطن والناتو حول محاور مقترحاتنا الأمنية، الطرفان مستعدان لإجراء حوار جدي مع روسيا حول بعض جوانب القضايا الأمنية. ورغم خيبة أمل موسكو الواضحة من بعض جهودها الدبلوماسية الأخيرة، إلا أن خبراء يرون أن من المبكر الحكم على نتائج تلك الاتصالات. روسيا مستاءة من أن بعض مقترحاتها ذات أولوية لم يقبلها الغرب بالجدية المطلوبة، وفقاً للكثير من المؤشرات لم تجري حتى دراسته، ومع ذلك فهناك تحولات طرأت وأفكار روسية قبلت باهتمام غربي، وهو أمر يعول عليه، لذا فالقول بأن لا شيء تحقق غير صحيح. تطورات تزامنت وإعلان مجلس النواب الروسي عزمه التصويت على مشروعي قرارين بشأن رفع طلب إلى الرئيس بوتين للاعتراف بقيام جمهوريتي دونباس، دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد منذ عام 2014. يبقى توسع الناتو التحدي الأكبر للكرملين. يصف بوتين هذا التمدد ناحية الجمهوريات السوفيتية السابقة بالخطير جداً، غير أن موسكو تقول أنها ما زالت تعول على الحل الدبلوماسي، شأنها في ذلك شأن الكثير من الأطراف الغربية الأخرى. أريش محمد، سكاي نيوز عربية، موسكو.